وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من لندن الخبير الاقتصادي أحمد ياسين، ضيفي الكريم بعد التحية. يعني أزمة التضخم العالمي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم ومنها بريطانيا مؤخرا، حيث سجل التضخم هناك نسبة 7% في شهر أبريل من هذا العام، حيث يعني هذا حسب تصريح وزارة الخزانة البريطانية. كيف ترى ضيفي الكريم هذه النسبة وتأثيرها على بريطانيا؟ نعم، يعني مثل هذا الواقع هو ليس بريطاني بشكل يعني مقتصر، هي ظاهرة عالمية. الاقتصاد العالمي حاليا يواجه فترة عصيبة للمرحلة المقبلة، متمثلة كما ذكرت بارتفاع قياسي في مستويات التضخم في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية. والأسباب المباشرة لمثل هذا الوضع، يعني نبدأ بالتبعات الاقتصادية التي ما زالت قائمة، المرتبطة بانتشار فيروس كورونا والاضطرابات التي شاهدناها في خطوط الإمداد العالمية التي كان لها تأثير سلبي مباشر على أسعار السلع الأساسية، وبالتالي ارتفاع مستوى التضخم. ولكن من الأسباب المباشرة التي شاهدناها مؤخرا والتي ما زالت تضغط بقوة على مجريات الاقتصاد العالمي ككل، ليس فقط الاقتصاد البريطاني، هو الأزمة الأوكرانية والحزم المتتابعة التي فرضها الغرب على روسيا من العقوبات الاقتصادية، والتي أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الطاقة. يعني كما هو معلوم، هناك حال من التلازم بين ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهذا ما يفسر الوضع الحالي الذي نحن فيه الآن. يعني منطقة اليورو مستوى التضخم فيها تجاوز 7.5%، وهذا مستوى قياسي. وهنا يعني يمكن أن يكون لمنطقة اليورو تبعات اقتصادية أخطر بكثير من أي تكتل اقتصادي عالمي آخر، لأن البنك المركزي الأوروبي يعني ليس لديه حرية اعتماد الأدوات البنكية كما يشاء، كما هو الوضع بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي. بنك إنجلترا المركزي بالتأكيد سوف يقوم باعتماد السياسة النقدية المناسبة لمثل هذا الوضع لكي يواجه ارتفاع مستوى التضخم. كذلك أيضا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، انطلاقا من كون التكتلين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك حرية أكثر، هناك حال من الوضوح أكثر بكثير من ما هو الوضع بالنسبة لمنطقة اليورو. ولكن يبقى ارتفاع في حالة الربط ما بين أزمة الطاقة وأزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية. من وجهة نظرك ضيفي الكريم، هل هذه الأزمة، أزمة الطاقة، هل ستستمر في بريطانيا على المدى المتوسط أم مستمرة لفترة طويلة؟ كل ذلك يعني يرتبط مع تطورات الأزمة الأوكرانية. حاليا الاتحاد الأوروبي يعني يحاول أن يوحد صفوفه لكي يفرض الحزمة السادسة من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، وهذه الحزمة الأخيرة قد تكون يعني أكثر إيلاما بالنسبة مقارنة مع باقي الحزم التي فرضت على روسيا من قبل، إذ أن هذه الحزمة الأخيرة سوف تشمل قطاع الطاقة الروسي خاصة النفط الروسي. هنا يعني من المؤكد في حال تم اعتماد الحزمة السادسة وتم منع يعني الواردات الأوروبية من النفط الروسي، بالتأكيد سوف ينعكس ذلك بارتفاع قياسي جديد في مستويات التضخم. بالنسبة للنفط الروسي، يمكن للأوروبيين أن يجدوا بديلا عنه، خاصة يعني هناك النفط السعودي وكذلك أيضا النفط الإيراني شبيه جدا بتركيبة اليورال، وهي تركيبة النفط الروسي. ولكن يجب علينا أن نضيف تكلفة النقل، تكلفة النقل بالتأكيد سوف تزيد كثيرا من هذه الأزمة، من ارتفاع مستوى التضخم. كذلك أيضا مثل هذه الحزم المتتابعة من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا سوف تجعل روسيا تقوم بردود فعل، وهناك مخاوف من أن روسيا يمكن أن تقطع أمدادات الغاز الطبيعي عن القارة الأوروبية. حينها يمكن أن نشهد يعني كارثة اقتصادية لم تشهدها أوروبا من قبل. نعم، ضيفي الكريم كنت معنا من لندن الخبير الاقتصادي أحمد ياسين، شكرا جزيلا لك.